قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجالا. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ما أرسل الله رسولا امرأة ولا بدويا. ليه؟ لأنه ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الرسل كلهم من الرجال، ما في رسول من النساء. ليه؟ لأنه طبيعة المرأة اللي ربنا خلق عليها لا تصلح أن تكون في قيادة الناس. وبفهم بسيط جدا، المرأة بتعتريها أوقات بتكون هي بدنيا تعبانة، والظروف اللي بتمر عليها في جسمها دي بتأثر مباشرة على تفكيرها، بتأثر على تفكيرها طوالي، وبتأثر على مزاجها. تلقى أيام عكرانة، هسا كلكم ما شايفين زوجتك في البيت عندها أيام معينة أنت برق عارفها، بتكون عكرانة وقافلة معاه، صح ولا ما صح؟ ولا بتتفاهم. باقي لك دي لو في يدها أمر الأمة كان بتعمل فينا شنو؟ بتكون قافلة معاه، إيه ذاتها بتكفلها معاك أنت في عجورة بس. تقول لك داري عجورة رقيقة، تجيب تخينة البيت كله بجوط وفكوا فيك العدة شفتها وتقلب لك الواطة كلها. في شنو؟ في عجورة؟ أيوه بس. ولا في دومة؟ تقول لك داري لي دومة. يا مرة في الليل ده الدوم يبقوا وين؟ دكاكين مقفلة بتاعت الدوم. والسوق ذاته ما فاتح، تقول لك لا دوم أقوم لا ولا ما تخش البيت. تخيل معايا اللي تفكيره بينحصر في دومة لوقت من الأوقات، لو كان في يدها أمر الأمة هتعمل فينا شنو دي؟ دي بتحولنا نحن لدومة كلنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أمور الأمة والقضايا الحساسة في يد الرجال، الإمامة الحاكم يعني، والقضاء الفصل بين الناس في النزاعات، والنبوة ربنا جعلها في يد الرجال ما في يد النساء، لأن النبوة تحتاج إلى صبر وقوة وتحمل، المرأة ما بتقدر. يا أخي في القضاء القاضي لما تكون مرأة والله مشكلة، لو جات مرأة تانية داخلة وقعدت تبكي ليها بتتعاطف معاه، ممكن الحق يكون معاك انت الراجل بس عشان ديك مرة والله تتعاطف معاه تعاطف يحيرك ذاته، ممكن تبكي ليك ذاته القاضي، ولا ممكن تبكي ليك في المحكمة تتأثر بالموقف. ولهذا ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا